احنا لما كنا عايشين هون قبل ايام ابو عمار كنا عايشين مبسوطين بسلام مع دولة اسرائيل، كنا عايشين مبسوطين، شكل الشعب متوحد. اجت اسرائيل علينا، فرضت علينا القوه، فاتت على نابلس، قتلت من شبابنا ومن اطفالنا، شباب يعني شباب زي الورده، شباب راحت ايديها وشباب راحت اجريها وشباب انشلت. اليوم ما حدش بيسال في هدول الشباب. هلا اسرائيل فهي من اكبر، ليش نحكي مجرمه او نازيه؟ فهي اسرائيل يعني لازم الدول الامريكيه او الدول العربيه بعقاب هاي الدول، هاي الدوله الصغيره لانها بتمارس الارهاب ضد شعب مظلوم على ارضه، مظلوم من جميع النواحي، مظلوم من الشعب العربي، مظلوم من دولة إسرائيل، مظلوم من كل الناس. هذا الشعب الفلسطيني فهو مظلوم من كل أمة الدول العربية أو الأجنبية أو أو أو, أو كذلك. إحنا من أنت قضيت 4 سنين؟ أنا قضيت في السجون حوالي 5 سنين، وفي غيري أخ ونحكي مدى الحياة داخل السجون في مقابل إلا قديش محكوم 200 و... بل استنى أقول له إنه أخي هذا محكوم، ودا بدها تعيش إسرائيل حكوم 200 سنة طبعاً. ويوم شوف تفاهة دولة إسرائيل، أنت لما بتحكم واحد 200 سنة قديش هو دا يعيش؟ 50 سنة؟ 40 سنة؟ هم علي؟ 3 خليه يعيش 70 سنة وهذاك حطه في الثلاجات. فأنت دولة تافهة، أنت قتلت أطفالنا، إحنا من حقنا ندافع عن أطفالنا من هذه الطريقة. إنهم بيحترموش حتى الجثث تاعتنا إنها تدفن. إحنا انت قتلت اطفالنا، احنا بدنا نقتلكم، مش الشعب الاسرائيلي الاطفال ولا الابرياء ولا الجنود اللي اجت تقاتلنا، احنا بنقتلهم. اللي فاتوا على اراضينا هاي بنقاتلها، بندافع عن حالنا. اللي قتلت اصحابنا وحبايبنا احنا مستعدين نقاتلها ونقتلهم زي ما قتلوا اصحابنا، لانه بندافع عن حالنا، لانه احنا من حقنا احنا كشعب فلسطيني، مش احنا اطفالنا كشعب فلسطيني تعيش على ارض مبسوطه سعيده بحياتها هنيه زي ما انتو يا شعب اسرائيل مبسوطين في عيشتكم ومبسوطين اطفالكم. فاحنا لازم نعيش العيشه المضبوطه. مزبوط. انا بدي احكي كلمتين لنتنياهو او مازن. السلام حل كبير واحنا بنطالب في السلام، لان شعب احنا بدنا نعيش، احنا شعب مخنوق، احنا مش عارفين نطلع رام الله، مش عارفين نطلع ريحه، مش عارفين نوصل جنين، مش عارفين. خلقت مخصوم 3 جنود بفه بوقفوك على السيارة على حاجز، بعد يفتش لك سيارتك بزلة من عم أبو منين أنت، في مقابل إنه هو ينبسط أو يمارس هوايته النازية ضد شعب مسكين ليس لديه القوة. هاي المخاصيم لازم تنزع، نقول لنتنياهو زيح مخاصيمك، ابعد عن الشعب الفلسطيني كاملة، خلينا نعرف نعيش عيشة مبسوطة. أنا عندي ولد وبنت مش عارف أخذهم على منتزه يلعبوا وينبسطوا، خوف من المستوطنين، خوف من اليهود، خوف 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 خوف. أنا ابني صار يشوف اليهودي يخاف، بس أنا بفهمه إنه ما يخاف من هذا اليهودي، لأنه هو أزلم منه 6000 مرة، إنه اليهود هو بيخاف من هذا الطفل، وراح أعلمه كيف إنه ما يخوف هذا الجند الإسرائيلي اللي إجى طيار إيدي أو حبس أخوي أو قتل أصحابي. في النهاية أنا بتمنى إنه يصير سلام بين الشعب الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي الحر الشريف، مش اليهود النازيين اللي اجوا قتلونا.